طيب قولي لي يا حلوة اسمك ايه؟ كوكي. اسمي صاصة. متجوزة؟ هو انت متجوز؟ لا طبعا. لا مش متجوز. مش متجوزة؟ بقى متجوزة ازاي دلوقتي؟ لا مش متجوزة. ايه الحاجات اللي عايزاها تبقى في جوزك لما تتجوزي؟ غني، بيفكر صح وبيقول كلام صح ولا يشتم. لها بني. عاملة زي ماما. مش زي بابا. لازم تكون حلوة وواثقة في ربنا. حلو ومتزعقش. بتحبني؟ بتلعب معايا؟ مش هتجوز واحد بيزعق. ما يضايقش حد او ما يضربش حد، يعني بيساعدني وبيعمل معايا حاجات حلوة. يبقى امور وشعره اصفر. لو ما بقتش انانية. هو الجواز ده حاجة سهلة ولا حاجة صعبة؟ حاجة سهلة قوي. ليه؟ عشان لما نطلع فوق الكنبة الجوز هيحط الخاتم، راح هما لما يكونوا جيبوا طبق فواكه هما يكونوا ايه بقى؟ التانية البنت تمسك الشوكة تدوس تأكله الجوزة التانية، والراجل يمسك الشوكة راح يجيب حاجة راح يديها البنت التانية. صعب. ماما بتطبخ كتير. سهلة عشان انا بعرف اقول كل حاجة. عادي، بابا يروح الشغل وهو جاي من الشغل يجيب الحاجة معاه، ماما بتعمل اكل. صعبة. سهلة. هو انا مش فاهم يعني ايه جواز قوي، هما بيبقوا عايشين مع بعض في نفس البيت، ده اللي انا فاهمه. سهل عشان بيحبوا بعض. لا دي حاجة بسيطة خالص. عادي، ماما بتقعد تعمل اكل. صعب شوي، الأطفال مش بتعرف تعمله. صعب، بيبقى في حاجات كتير وإحنا بننزل ونشتغل وحاجات كتير، لكن وإحنا لسه دلوقتي صغيرين بنروح مدرسة ونرجع نقعد بقى ونلعب في البيت وننزل التمارين براحتنا. لو أنت معاكي فلوس كتير قوي 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 هتعملي بيها إيه؟ حاجات هدوم جديدة وحاجات حلوة أوزع على أصحابي. مكرونة وعيش وملوخية وفراخ. سكوتر. وكلب حلو. وكلب حلو. بيهوهو؟ بيهوهو ازاي بقى؟ لعبة عربية. هشتري لعب، هشتري حاجة حلوة. هروح أجيب بقى حلويات. شوكولاتة. اشتري بيهم حاجات كتيرة. هجيب لعب، حاجات لإخواتي، أي حد عايز مني حاجة هعملها له. يعني اشتري لبس وممكن ادين للناس الفقراء لو ما عندهمش هدوم. اشتري لبس، اشتري موبايل ليا واشتري بيها بيت. هقسمها عليا وعلى ماما وعلى بابا، وفي حبه هسيبهم احطهم في الكنيسه. لو انت بتحب مصر مفروض تعمل ايه؟ ما ارميش حاجه في الارض. ما سيبش المايه تفضل تخر تخر تخر، ولا ارمي الزباله في اي حته وخلاص. هساعد كل واحد، يعني لو في تيتا كده ما تعرفش تمشي انا ممكن اساعدها. ممكن ما اشتمش ولا اكسر حاجه ولا اعمل حاجه غلط. ما اعملش اي حاجه غلط تبوظ مصر. زي ايه؟ ما ارميش حاجه في الارض. وايه كمان؟ وما اقطعش الورد. هريت تعمل حاجات صح ما تعملش حاجات وحشة. أساعد الناس ونحمي كلنا بلدنا. قولي بقى لو جبت لك واحد دلوقتي من بره مخترع وتطلب منه حاجة جديدة يعملها، تطلب منه إيه؟ يعمل نوع موبايل جديد يبقى بكاميرتين. أسد ونشد اللي بيطلع منه يجري. أعمل لي عجلة بتطير، وأنا عايز لما أبدل 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 أطير في الهواء. أقول له اخترع لي صورة أو عربية أو أي حاجة. تعرفي حاجة عن تعويم الجنيه؟ يعني البسين جنب جاردن ولا إيه؟ مالوا البانيو وحطوا جنيهات؟ يعني الجنيه لازم يكون عنده تعويم. ممكن يكونوا في الجنيه مثلا كاتبين 100. إيه السؤال اللي محيرك ومش فاهماه وسألتي بابا وماما عليه؟ أنا عايزة أعرف يعني إزاي الناس بتحاول تعمل الخشب. السما شكلها ايه؟ ازاي بنشتري العربيات؟ مش عارف هي تسبيحة بالزين ولا بالسين. فانتي دلوقتي يا سرسوريا اللي عندك 5 سنين هطلب منك طلب،
انك تكلمي كل واحد عنده طفل، يعني كل بابا وكل ماما في الدنيا، تقولي لهم انا هطلب منكم تعملوا ايه مع اولادكم وما تعملوش ايه مع عيالكم. يعني ما تقولش اه على حاجه وانت مش هتعملها. نلعب مع بعض، نخرج مع بعض، ما يزعقلهمش، يركزوا معاهم ويلعبوا معاهم ويخرجوهم يفسحوهم. ان اهلي يكونوا بيفهموني، ان هو يقول لي ده مزايا ايه وده عيوبه ايه، اعتقد هكون بستجيب اسهل من لو يكون في توبيخ بعقاب بضرب. بس اهلي حاولوا شجعوني لاجل اكون قد المقام، كانوا حابين اني انجح وابقى وسط الناس تمام، كانوا دايما بيقولوا لي شد حيلك ياض يا خايب، نفسنا تفلح في حاجه غير مشاكلك والمصايب، كرهوني في القرايب وفي صحابي وفي الجيران، عم سامي وطنط ناديه شوف عيالهم جابوا كام، العيال اللي في سنك شكلهم على طول جميل، وانت عيل مش مؤدب غلباوي بلسان طويل بلسان طويل. حاولوا شجعوني لك لكون قد المقام، كانوا حابين اني انجح وابقى وسط الناس تمام، شد حيلك ياض يا خايب يا خايب. المقارنة والمعايرة جرعة ثابتة على الفطار، على العشاء في جرعة تانية عن سلوكي وعلى الهزار، شد حيلك يلا حبة لاجل نفرح بيك اوام، نبقى عندك دخل شهري تتوهم به المدام. اهلي بيحبوني طبعا بس طريقتهم غلط، صبوا على حلمي الصغير طوب واسمنت وزلط، عمري فايت كان بيجري السنة في ظهر سنة، نفسي ابقى حاجة تانية، نفسي لو ابقى انا، نفسي مبقاش زي حد، اصلي مش داخل مسابقة، عندي حلم واخده جد، هبقى زي ما عايز ابقى. اما اهلي فبلغوهم اني بشكرهم عشان انهم بيحبوني لكن الطريقة مش تمام، أهلي بيحبوني لكن الطريقة مش تمام مش تمام، أيوة بس بلغوهم إني بشكرهم عشان إنهم حبوني لكن الطريقة مش تمام.